البحري وفعاليات الصالون الدولي للسيارات الذي انطلقت فعاليته منذ 3 أيام ليستمر إلى يدوم طيلة 10 أيام. إذن ينضم إلينا زميلي نبيل موفى تلفزيون النهار هناك رفقة بلال تحكوت مدير عام بالنيابة لسيما موتورز. نبيل، نعم، في انتظار وصول أو التحاق نبيل بنا. إذن كما قلت، هذا صالون الدولي تحضره عديد الشركات الأجنبية التي تعرض خدماتها على الزبون الجزائري بتخفيضات جد مغرية. إذن هذا الصالون الدولي الذي انطلقت فعاليته منذ 3 أيام شهد ومنذ الساعات الأولى من افتتاحه إقبالا واسعا من طرف الجمهور الجزائري. إذن نبيل، هل أنت في الاستماع؟ تحياتنا إلى كل مشاهدين قناة النهار دائما مباشرة من الصالون الجزائري للسيارات، واللي يعرف توافد أحشاد كبيرة من الناس على مثل الأخ والخوات اللي راهم قدامي. السلام عليكم. بيان اليوم راح نتكلموا على ما خصم وزع من طرف المتعامل سيما موتورز، واللي هي كارلسون. هذه تخدم سيارات الفخمة جدا، وهنا كاين ستوند خصيصا لهذه العلامة. وللحديث عن هذه العلامة نستضيف على المباشر السيد بلال تحكوت. السلام عليكم بلال تحكوت، مدير عام بالنيابة لشركة سيما موتورز. سي بلال، واش تقدر تقول للمشاهدين تاعنا على علامة كارلسون هذه؟ علامة كارلسون هي أول مرة في صالون دولي سيارات بالجزائر، وهي أول علامة يدخل إفريقيا، وهي متخصصة في تجهيز السيارات الكبرى يعني الفخمة. نعم، وهو من أحسن المجهزين في العالم ومعروف على مستوى العالم، وهو مختص في تجهيز سيارة داخلي وخارجي. دونك المعلومة اللي نشدوها الأولى سادة المشاهدين هي أنه أول مرة علامة كارلسون تدخل إلى قارة إفريقيا ماشي إلى الجزائر فحسب. دونك هذه السيارات هذو دونك راه متواجدين هنايا لمحبين السيارات الفخمه جدا. صالون على بالكم، صالون تاع سيارات، هو صالون تاع ايماج كما يقولوا باللغه الفرنسيه. وفي هذا الباب يعني متعامل سيما موتورز دار كما يقول لك مجهود كبير جدا. سي بلال، السيارات هذو واشنو هما السيارات اللي راهم مقترحين او معروضين اليوم هنا في هذا الصالون؟ عندك لا كارلسون ام كلاس، لا كارلسون ا كلاس، لا سيالا كلاس، يلا سيالاس كلاس. هل هذه السيارات محسوب مجهدين بصفه خاصه من الداخل؟ نعم. واش نصيبوا مثلا من الداخل؟ فيها ليكيبي على الانتيريور دان سالون سبيسياليزي كارلسون، يا ان موتور اوسي بريباري كارلسون كي توش انفيرون دو 242 شوفو بار اوتون دو لا غام دو كارلسون. اي كوم سي ديزل ولا ايسونس؟ نون، ديزل. ديزل معروف انه في الايسونس. كاين ديزل وكاين ايسونس. نعم. وفي الديزاين الخارجي اكتشفوا سيارة مختلفة شكليا، مختلفة جدا، فيها تجهيزات خاصة. سي بلال تحكوت، انتم ما تمثلوا شحال من علامة في سيما موتورز؟ نعلموا حوالي 12 علامة. نعم. مالك واش رايك مور ما نديروا هذه المباشرة هنا مع العلامة الأوروبية، نروحوا بعديك عند علامة آسيوية وتقدم لنا واش هي السيارة؟ إن شاء الله. دونك الموعد تاعنا في النشرة القادمة مباشرة من صالون جديد السيارات، نبيل مغيرف، إليكم الخط. نعم، شكرا لك زميلي نبيل على هذه التوضيحات. إذن كان هذا بلال تحكوت مدير عام بالنيابة لشركة سيما موتورز التي تعرض ولأول مرة 12 علامة آسيوية وأوروبية للسيارات الفخمة. إذن نصيحة لمشاهدينا الكرام بالتوجه إلى هذا المعرض الذي كما لاحظنا في الصورة يشهد إقبالا واسعا. مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع ترقبوها في موعدنا الإخباري اللحظة.